في الصحافة الورقية معك أسامة تو سويت. نبدأ عناوين الجريدة التونسية بالنسبة اليوم بالشأن العالمي والصراع في الشرق الأوسط. وكتبت جريدة الشروق: المواجهة الكبرى، إسرائيل تحشد للاجتياح البري وحزب الله يترصده. في جهة الصحافة قالت: أربعة أسود في لبنان، أكثر من 220 شهيد والكيان يلمح لعملية برية. في جهة الصباح كتبت: بدأ في مرحلة ما بعد حيفا تكتيك تدريجي لحزب الله وتسخين إسرائيل لاجتياح لبنان. وفي جهة المغرب: العدوان الصهيوني على لبنان، حزب الله والتحديات الجديدة واجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في لبنان ومساعا لمنع توسع الحرب. في الشأن الوطني في جهة الصباح: حوار مع وزير الاقتصاد والتخطيط اللي قال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في تونس بأكثر من 13.8% خلال السداسي الأول. وفي صفحتها الخامسة عادت جريدة الصباح لقطاع الجلود والأحذية وقالت: يواجه منافسة تركية وصينية قوية قطاع الجلود والأحذية في حاجة إلى استراتيجية إنعاش. وعودة للحملة الانتخابية، كتبت الصباح: نشاط انتخابي في انتظار بث حصص التعبير المباشر. في صفحتها الرابعة جريدة المغرب قالت: بالتزامن مع الجلسة العامة في مجلس النواب يوم 27 سبتمبر، تجمع احتجاجي في ساحة باردو رفضا لتنقيح القانون الانتخابي. بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2024، قال جريدة الصحافة: الإعلان عن نتائج الانتخابات سيكون من قصر المؤتمرات بالعاصمة. وإقرار التصويت الحر في الخارج، والأسبوع القادم بث حصص التعبير مباشر للمترشحين. وفي جريدة لابريس كتبت على الانتخابات الرئاسية 2024: تروى كونديدا، تروى زابخوش، تروى مودون بلوى. ونخبو جريدة الشرق الأوسط اللي كتبت على الحرب اللبنانية الإسرائيلية: 24 ساعة حاسمة لحل يراعي عدم الفصل مع غزة وتحرك أمريكي لتفادي الحرب الشاملة. شكرا أسامة.